أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم سايبر سكيورتي. الأمن السيبراني. سوف أتكلم في هذا الدرس عن كيف نستطيع القيام بحماية المعلومات السرية Confidential Information. فمثلا إذا أردنا القيام بتخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين أو اليوزرز ومثلا الكاستمرز في موقع ويب أو في أبليكيشن محدد، فعادة ما نقوم باستخدام داتابيس، ونقوم هنا بإنشاء جداول وتخزين مختلف المعلومات الخاصة بهؤلاء المستخدمين، مثلا اسم المستخدم وأيضا الإيميل، باسورد، جندر، كونتري وما إلى ذلك. فنرى هنا كيف لدينا بعض المعلومات الحساسة والخاصة على سبيل المثال الباسورد. فنسبة لهذه الداتا نستطيع مثلا القيام بالدخول للحسابات الخاصة بهؤلاء المستخدمين، لذا علينا القيام هنا بحماية هذه كلمات السر لكي نحافظ على الخصوصية الخاصة لهؤلاء المستخدمين. فالقيام بذلك سوف نقوم هنا بما يسمى الهاشينج، أي القيام بتحويل كلمات السر هذه إلى رموز وأرقام بهذا الشكل. فهنا هذه الرموز والأرقام تشير فعليا إلى كلمات السر، ولكن لا تكشف عن ما هي كلمة السر في حد ذاتها، وبالتالي نحافظ على الخصوصية ولا نستطيع هنا القيام بالدخول للحسابات نسبة لهذه البيانات. فهنا إذا أردنا القيام بتعريف الهاشينج، فهي خوارزميات تستخدم مثلا في سياق كمبيوتر ساينس وعلوم الحاسب في تحويل الداتا، والتي غالبا ما تكون داتا مهمة إلى أحجام معينة من الأكواد بكاركترات مختلفة سواء كانت أرقام أو حروف. فنستطيع القيام بالمابينج ونستطيع القيام بالإشارة إلى هذه الكلمات نسبة إلى هذه الرموز، وهي تسمى هاش. ومن الخوارزميات المستخدمة مثلا MD5، Message Digest 5، أو مثلا SHA Secure Hashing Algorithm. فإذا أردنا مثلا القيام بتطبيق عملي لرؤية كيف نستطيع القيام باستخدام مثل هذه الخوارزميات، فهنا مثلا إذا قلنا هنا عند الجوبيتر في البايثون مثلا، سوف نقوم بصياغة مكتبة هاش library بهذا الشكل، ومن ثم إذا قلنا هنا قم بإنشاء function hash function، وذلك من هذه library نقول هنا مثلا secure hashing algorithm 256، تمام. وبعدها مثلا سوف نقول هنا لدينا password لتكون مثلا مساوية لي hello. وبعدها إذا قلنا هنا قم بتشفيرها وتحويلها إلى هاش وسترينج بأكواد من أرقام وحروف، فهنا سوف نقول هاش function update لهذه الباسورد، ولكن أعتقد علينا القيام هنا بتحويلها إلى encoding first لكي نستطيع القيام هنا بتشفيرها. فهنا سوف نقول مثلا encode نسبة إلى UTF لهذا التشفير، تمام. ومن ثم سوف نقول هنا هاش function hexadecimal representation، أي نقوم بتشفيرها نسبة إلى النظام 16، معني ذلك أنه نقوم هنا بتشفيرها نسبة الأرقام من 0 إلى 9، وأيضا من الحروف مثلا من الـ A إلى الـ F. فهنا سوف نقول مثلا hexadecimal digest بهذا الشكل. فنرى هنا كيف نقوم بتوليد هذه السترينج بطول محدد، وهي تشير لهذه كلمة السر، وبالتالي حافظنا على الخصوصية الخاصة بكلمة السر. فهذه الرموز ليس من الممكن القيام هنا بمعرفة ما هي كلمة السر الحقيقية وما هي في الواقع. وأيضا من جانب آخر، لا نستطيع على سبيل المثال القيام بالعودة من الهاشينج إلى الكلمة الأساسية، لذا إذا أردنا مثلا القيام بالتحقق ما إذا قمنا بإدخال كلمة السر الصحيحة، فهنا نستطيع القيام بما يسمى verification، ما يعني ذلك أنه نقوم بإدخال كلمة السر وتحويلها إلى هاش، ومن ثم القيام بمقارنة two hashes. فهنا يعني مثلا أقوم بكتابة تابع، فهنا سوف نقول مثلا قوم بتعريف تابع هاش، نقوم بإدخال كلمة السر password هكذا، ونقول هنا return لهذه القيمة بهذا الشكل. فهنا إذا قمنا باستخدامها وقلنا هاش لهذه الباسورد في هذا المكان، فنرى كيف يقوم برد هذه بهذا الشكل، ممتاز. من ثم سوف نقوم بإنشاء تابع آخر لنقول مثلا verification verify، نقوم بإدخال مثلا كلمة سر جديدة new password بالإضافة إلى كلمة السر المشفرة وهي هاش. فهنا سوف نقول مثلا قم باستدعاء تابع الهاش على هذه password new password، ومن ثم قم بالمقارنة بينه وبين هذه الهاش، فإذا كانت مساوية
فأقوم هنا مثلا بطباعة true print، وإلا سوف أقوم مثلا بطباعة false. لنرى ذلك، فهنا إذا قمنا باستخدامها وقلنا هنا مثلا yes هكذا، علما أن الهاش باسورد تعبر عن hello، فنرى هنا كيف قامت بطباعة false. بينما إذا قلنا مثلا بإدخال كلمة السر الصحيحة والتي هي hello، فنرى كيف يقوم بطباعة true. فبهذا الشكل نستطيع القيام بالتحقق من كلمات السر نسبة للهاشينج مع المحافظة على السرية بعدم الكشف عن هوية هذه الكلمة، وذلك من خلال استخدام هذا النمط من الخوارزميات. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.